السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الفعاليات يجب أن تحتل كل مفاصل الوحدات التدريبية بعد الإحماء على سبيل المثال. مثل هذا العمل اللي تشوفه موزع على شكل أسهم، وبالحقيقة يمثل الركض السريع، النقاط و تبادل الكرة، الأسهم الداكنة. تلاحظ الآن خريطة الركض، وتلاحظ الآن خريطة تبادل الكرة شبيهة بما مطلوب باللعب. فأنت دائما تفكر بشيء تأتي به من المباراة. قاعدة، كل تدريب يأتي من المباراة تدريب منتج. هذا يعني كلام متفق عليه فنيا. كفاءة اللاعبين بالركض ترتبط بما يعرف بالتوافق في حركات اللاعبين ككل وليس بلاعب واحد. التمارين البدنية بدون كرة هي بالحقيقة تعطي كفاءة اللاعب كفرد، ما لها علاقة ب تحرك زملاء الآخرين، وما بها علاقة بما يعرف بالمصدر الرئيسي في التدريب وهو الكرة. فأنا لما أدرب بدني بدون كرة صحيح ليس في ذلك من إشكال، ولكن هذا التدريب أنا أسميه تدريب لا يمتلك حد أدنى مما يعرف باتخاذ القرارات. بينما الركض أثناء المباراة ركض يحكم الاعتماد كلي باتخاذ القرارات. أعطيكم نموذج للفكر التدريبي العالمي يعني بجملة بسيطة لكي يفهم المدرب ما أريد. في البرازيل الركض مال الظهيرين 2 و3 أو الجناحين 7 و11 يتم بناء على توصية أنه هذا الركض لا يكون بمصلحة الفريق إذا لم يحدث نتيجة لهذا الركض. مثلا يصعد اللاعب 32 ياردة 40 ياردة بعض الأحيان وما يحصل الكرة، ومن المفترض أن يحصل الكرة، ما يحصل الكرة لاتخاذ قرار خاطئ من قبل اللاعب الزميل الحائز على الكرة. هذا يسموه مصطلح بين قوسين تبذير طاقة، تبذير الطاقة. الاتخاذ القرارات إذا دمجت مع تدريب اللياقة البدنية يكون المدرب قد دخل لما يعرف بحداثة التدريب بكرة القدم. أسمع كثيرا متكلمين، آخر فترة سمعت متكلمين يتكلمون كلام كان صحيح في الثمانينات لكن الآن غير صحيح، غير صحيح أبدا، ومشكلة كبيرة عندما يخرج هذا الكلام المختص. فأفضل بالنسبة للفرق التي تتابعني، يعني بعض المدربين تابعوني، أن ينتبهون إلى حالة ما يعرف بالتدريب المنتج. التدريب المنتج أنا أحطه بين قوسين إلى 10 صفات، لكن الصفة الوحيدة بالنسبة لي هو التدريب اللي باتخاذ قرارات. انتهى الموضوع، نقطة رأس الصدر. كل ما كان التدريب في اتخاذ قرارات كل ما كان التدريب حاسم. ربما يسأل سائل ما هو مثل أبسط شيء في اتخاذ القرارات؟ أبسط شيء في اتخاذ القرارات هو توقيت الأركاض في كرة القدم. توقيت الأركاض في كرة القدم مرتبط بماذا؟ مرتبط بالفريق كمجموعة أو كتيم، ومرتبط بالكرة. هذا أهم نقطتين. فيكون هناك توقيت الأركاض من أجل إنجاح العمل التكتيكي بس، فيكون التدريب منتج ويكون التدريب جيد. يعني هذا التمرين بسيط يجري في ساحة معينة، الغاية منه هو يعني أكثر ما فيه
شوف الأسهم المنقطة اللي ترتبط باللاعب 2 و7 هو حركة ذول اللاعبين سواء في جهة اليمين أو في جهة اليسار، يسموها تنمية حركة هؤلاء اللاعبين الأربعة، فيكونون على الهدف بالبداية، يعني التدريب لمهاجمة الكرة عن طريق الأوفرلابينج، عن طريق مهاجمة الكرة بلاعبين حقيقيين يهاجمون الكرة في الساحة في أثناء اللعب الحقيقي، وهم 7 و9 و10 و11 ذولا دائما يهاجمون الكرة، يهاجمون الكرة عندما يكون الظهير اليمين أو الظهير اليسار قد حقق نجاح واستلم الكرة بعد الأوفرلاب في منطقة الجناح. نمي هذه الحالة، ولكن لو ترى أنه هذه الحالة فيها اتخاذ قرار، أين يكمن اتخاذ القرار؟ اتخاذ القرار يكمن في أنه 7 و9 و10 و11 يجب أن يوقتون الركض من أجل الوصول إلى الكرة التي راح يلعبها اللاعب رقم 2 أمام الهدف، عشان التأخير للوصول لهذه الكرة أو التبكير يسموه، يعني مبكر early or late، اثنين هم كلمتين سيئتين بالنسبة لهذا التمرين. فهذا التمرين يراد التوقيت عالي للوصول للكرة ومواجهة الكرة واللعب داخل الهدف. فهذه التمارين أنا أركز عليها بشكل كبير، هذه تمارين نافعة. لاحظوا المسافة اللي يقطعها الاثنين، لاحظوا المسافة اللي يقطعها ثلاثة، لاحظوا المسافة اللي يقطعها 7، لاحظوا المسافة اللي يقطعها 11، مسافة كبيرة. فإذا أردت أنا أعتبر هذا التمرين جزء من فني بدني، أدخل 4 و5 كذلك يعملون، وأدخل 6 و8 يعملون، دائما يبدلون 2 و7 ويبدلون ما يعرف ب 11، فيكون التمرين يعني على هذه الشاكلة إن شاء الله. أحاول أجد ما أريد. فيكون التمرين مناولة من الحارس، أزيد السرعة أريد عشان ما نتأخر الكلام يزيد، إلى 7 المنطلق، تمرين بسيط جدا. لاحظ الركض اللي أعني به اتخاذ قرار والتوقيت. الآن أحتاج إلى توقيتين هائلين من أجل نجاح الفعالية. شوف، وبدل اللاعبين نجوم غيرهم وهكذا، ليس أكثر من ذلك، ما أريد أعيد وأكرر وأعيد وأكرر. لكن إذا ردت أنا التدريب التخصصي 4 و5 و6 و8 ما دخلهم بالتمرين، خلي التمرين فقط للظهير اللي جنبه أمامه الجناح اللي 2 و7 3 و11 و9 و10 يشتغلون على هذه الفعالية تخصصية، يكون أنت قد يعني قد أجدت في اختيار ما يعرف بالفعالية التي تتناسب مع حركات اللاعبين ذولا اللي يسميهم 6 لاعبين أثناء اللعب، مناسبة جدا ومشابهة ومستنسخة من قبل المدرب في وحدة تدريبية لا تزيد عن 12 دقيقة، مفصل بسيط أثناء الوحدة التدريبية ينمي ما يعرف بالحركات المشابهة لركض اللاعبين مع القرارات في الوحدة التدريبية. هاي التمارين جيدة، لكن لا يظن المدرب أنه جيدة فقط لأنها يعني تمثل ما قلت، لا، هذه تحتاج إلى وقت من أجل أن تنتقل من الفعاليات التدريبية إلى اللعب. فالسؤال دائما في علم التدريب، كيف تنتقل هذه الفعاليات؟ كيف يعني شلون تنتقل؟ تنتقل إذا كان عندك قياس بسيط أنه هذه الحركة ينجح تكرارها في المباراة، ينجح تكرارها. إذا نجح تكرارها مو 90 دقيقة، لا، مستحيل. إذا نجح 4 مرات 5 مرات 6 مرات
كل ما زاد عدد التكرار الناجح كل ما كان تدريبك، يعني انت مدرب جيد لان نقلت الفعاليات التدريبيه الى ما يعرف المباراه. هذا انا اتاكد عليه واعطيه بعض الاهميه وما اعطي وقت كبير، لان المدربين الحمد لله فاهمين انه هاي التمارين مفيده جدا، مفيده وحيويه وبها طاقه راقيه في كره القدم. انا اذا اعتبرت هاي المسافه 40 يارده اوكي نو بروبلم، 45 يارده اللي يركض رقم 2 نو بروبلم، لان هو اصلا 10 ياردات متقدم للامام بالوقفه الابتدائيه، لاحظ 4 بعد 10 ياردات، ويلعب الكره بالنهايه من بعد 15 يارده 10 ياردات. اذا مسافه ال 40 راح يركضها هي مو 40 حقيقيه، وانما هي 30 25، وهي مسافات الركض السريع في كرة القدم. وأركز عليها الآن أني، لأن أنا لو ركضت الاثنين وركضت الأربعة مثلا وركضت ذول الأظهرة بدون كرة ما في مشكلة، لكن المشكلة الكبرى هو أن تأتي بما يعرف بتدريب منتج، عنده هذا التدريب المنتج مدى واسع لأن ينتقل إلى اللعب ولو بتكرار قليل. أنا دكتور موفق المولى أحاول أن أصل إلى نتيجة، وهي أنه أنا عندي برنامج تعليمي لكافة المدربين العرب ينتبهون لما أقول من مفردات، المفردة التي أركز عليها أي فعالية فيها اتخاذ قرار هي فعالية متقدمة تدل على عقلية تدريبية ممتازة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا.